السيد يحيى المدنية الشقيقة، وكذلك الوفد أمة أخوية ومتميزة تستند إلى روح عن باب سعادة باجتماعنا اليوم. سيد رئيس الحكومة الجمهورية التونسية، الاتفاقية الأولى البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي. من الجانب الموريتاني السيدة الوزيرة المنتدبة التي اتفاق مع زميلي السيد الوزير الأول الموريتاني، تم الاتفاق على إحداث آلية لمتابعة تطبيق الاتفاقيات. أولا أنوه بالاتفاقيات التي تم التوقيع إليها اليوم والتي شملت أغلب المجالات، التجارة والصناعة والصحة والتعليم والنقل والاشغال العموميه والتكوين المهني والتكنولوجيا للاعلام والاتصال. وهذه الاتفاقيات تعكس اراده الصداقه في تعزيز مسار التعاون بين المشترك بين البلدين ودفع الى الامام. وهنا أنا مرتاح لتأسيس البنك المغاربي اليوم، وأرجو من الله أن يكون مولود الأول كما قال رئيس الحكومة موريتاني تونسي، أن يكون المشروع الأول موريتاني تونسي تونسية على كل ما